يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة تشوفيني أنا أحلى أكلة في مطبخ سجدة، يا ريت تشرفيني وتنوري عيلتي الجميلة. بصوا بقى يا جماعة، الموضوع بصراحة خرج عن السيطرة. بقالي فترة دلوقتي بعمل الأكل اللي هو السريع، اللي هو كبدة بالردة، البيتزا، الحاجات دي. فلقيت بقى أبو إسلام بقى إيه كل شوية كده وإحنا بناكل بنتغدى، الله يرحمك يمه ويسامحك يمه. فأنا أقول الله يرحمها، يعني كانت ست طيبة بصراحة الله يرحمها. فأنا مش واخدة بالي بقى من الكلام إن هو الله يرحمك بيترحم على الأكل بتاعها الجميل اللي كانت بتعملها. فأنا النهاردة هعمل لكم أكلة، يعني حماتي كانت مشهورة بالأكلات المسبكة المحبشة اللي هي الكمونية والبامية والقلقاس، والأكل بتاعنا الجميل اللي احنا مهما نبعد عنه من شدة الحر وطبعا من قطع النور والكلام ده بنشتقله. عملنا النهاردة بقى شوية كمونية من الآخر حاجة كده اللهم بارك، وعملنا ملوخية ناشفة ورز بالشعرية، وعملنا طبق بتنجان بقى مش قادرة أقول لكم على الجمال. نبتدي نسمي بالله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا فراخ، ومعانا بصل متقطع شرايح، ونص كيلو من الطماطم اللي طبعا معصورة، ومعانا هنا بطاطس مكعبات، بطاطس متقطعة مكعبات بقى متوسطة كبيرة اللي تحبيه. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هنعمل احلى بطاطس كمونيه بقى ايه على طريقه طبعا الزمن الجميل واكلات الزمن الجميل. سخنا هنا ميه لسليق الفراخ، وحطينا فيها حطينا بصلايه وحبيتين من اللوري، حبيتين من الحبهان، ومعانا هنا ورق لوري، ومعانا طماطمايه. طبعا الايه الفراخ منقوعه في المحلول اللي هو السكر والملح والليمون، خلي لا لان الخل طبعا بيهري الحاجه وما بيبقاش ليها اي طعم. هنا هنسلق الفرخه وحطينا كل المحتويات بتاعتها ونغطيها لحد ما تستوي. جبنا هنا بقى ماده دهنيه، انا بحب اعمل البطاطس الكمونيه بحب اعملها بالزيت. بصلايه كبيره متقطعه شرايح، بلاش الكبه يا جماعه، الكبه بتطلع العصاره بتاعت الايه العصارة بتاعت البصلة ما بتبقاش حلو. نزلت هنا بمعلقة كبيرة من البابريكا وبنقلبها مع البصل عشان تدينا لون حلو للبطاطس الكمونية. نبتدي بقى نقلبها معاها، اديتنا اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا البصلة ياريت ما تحمرهاش قوي، يعني بيبقى لونها ايه بمبة كده او اصفر. نزلت هنا بالطماطم بتاعتي، دي نص كيلو من الطماطم. طبعا البابريكا عاملة شغل عالي مخلية لون الصلصة بتاعتنا الطماطم جميلة جدا. هنا بقى بنبص على الايه على الفراخ، كانت خدت نص سوا، ما بحبش احط التوابل بتاعتها الا في النص او في الاخر. طبعا 7 بهارات وملح وفلفل اسمر، 3 حاجات وكده يبقى ظبطت الايه الفراخ. هنا بقى البطاطس عشان تطلع مستوية معاكي، وده سر من اسرار الكمونيه ان هي تبقى مظبوطه معاكي، بتتقلي نص قليه، بتقلي البطاطس نص قليه في الزيت. هنا بقى التسبيكه بتاعتنا، بعد ما اتسبكت هبتدي بقى اجيب البطاطس اللي انا قليتها نص قليه وتحطيها في، طلعيها على مناديل ورق على مصفى المتواجد عندك، المهم ان هي تصفي الزيت بتاعها وما يكونش فيها زيت. نزلت بقى هنا بالتسبيكه وهبتدي اجيب مرقة من مرقة شوربة الفراخ اللي انا عاملاها، طبق محترم كده بحطه عشان التسبيكة كانت تقيلة. حطينا المرقة وبننزل بشوية برضو تاني من المرقة عشان برضو حاسة ان التسبيكة بتاعتها تقيلة. طبعا هنا معلقة التوم دي بقى بتديكي طعم وبتوديك في سكة تانية خالص، طبعا بتدي طعم جميل جدا للكمونية. هنا بقى الاساسي الكمون، معلقه كمون محترمه ما تخفيش، وخليها اخر حاجه عشان ما تديش مراره للاكل، وفلفل اسمر و7 بهارات. يبقى كمون وفلفل اسمر و7 بهارات والملح بتاعنا. بنزود شويه من المرقه بتاعه الفراخ كده تمام، وبنسيبها بقى لمده 5 دقائق هي البطاطس ايه
يعني مقلية نص قلية، فمش هتاخد سوا كتير معاكي، بالكتير قوي 5 دقايق. قرن فلفل حار بقى حلو كده، عشان انا ولادي بيحبوا الحاجة سبايسي شوية، وبنغطيها وبنسيبها 5 دقايق. يا ريت اللايك والشير والمشاهدة يا جماعة، المشاهدات مش حلوة. عملنا بقى شوية رز بالشعرية بقى، الرز المفلفل اللي قلبك يحبه، الرز بتاع الكمونية. نعمل بقى شوية ملوخية حلوين كده، ملوخية ناشفة حلوين. هنا معانا طماطماية، طبعا بنشيلها دي، طماطماية بحطها في الشوربة، باخد العصارة بتاعتها وبنشيلها. هنا معانا دي مرقة فورية معمولة من العطار، ونص معلقة من الثوم، دي شوربة الملوخية الناشفة. نجيب بقى الملوخية الناشفة بتاعتنا، ندعكها بمعلقة سمنة أو زبدة كده محترمة عشان تدينا عرق حلو، وبعدين بنحطها في الشوربة بتاعت الملوخية عشان تديكي عرق حلو زي الملوخية الخضراء بالظبط، ونقلبها ونبتدي بقى نعمل لها ايه، نعمل لها احلى طشة. شايفين العرق بتاعها جميل ازاي؟ ده بسبب ان انتي بتدعكي 3 معالق من الملوخية على معلقة زبدة او سمنة المتواجد عندك. بصوا بقى الجمال، البطاطس هنا بقى كانت استوت وكانت زي الفل، شايفين الجمال؟ حاجة تفتح النفس، الله الله على الجمال. ولا الريحة بقى مش قادرة اقولك، كانت مفحفحة في البيت كله. شايفين الجمال؟ وشوية البتنجان المخلل والفراخ المحمرة ورز بشعرية وملوخية ناشفة، واللهم بارك. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، واكون ضيفة خفيفة على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.